أعلنت الحكومة الألمانية الاثنين أن مختبرين في فرنسا والسويد أكدا النتائج التي توصلت إليها بأن القيادي في المعارضة الروسية أليكسي نافالني تعرض للتسميم بغاز الأعصاب. وأفاد المتحدث باسم المستشارة الألمانية ستيفن سايبرت في بيان بأن ألمانيا طلبت من فرنسا والسويد إجراء مراجعة مستقلة للأدلة الألمانية بشأن التسمم على أساس عينات جديدة تم الحصول عليها من المعارض نافالني الذي يخضع للعلاج في برلين، مضيفا أن النتائج تؤكد الأدلة الألمانية بشأن تعرض نافالني للتسميم. بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق أن الاتهامات الألمانية بشأن احتمالية تعرض السياسي المعارض أليكسي نافالني للتسميم لا أساس لها من الصحة.